ضاع الليمون في شنطة المدرسة بتاعت أولادك، ده طلع اختراع وفكرة كانت غايبة عنا فين؟ ده طلعت فكرة واختراع وطلع عمرنا ما نعرفهاش. لو أول مرة بتشوفوني أنا سمر ودي قناتي، أتمنى تشتركوا عندي وتفعلوا الجرس عشان كل ما نزل فيديو تتفرجوا عليه على طول. الفيديو بتاعنا مليان أفكار إن شاء الله هيعجبك وهتخرج مستفادة. أتمنى بقى تحطوا لايك للفيديو لأن الفيديو بتاعنا يستاهل لايك منكم. وأول فكرة معايا، أول حاجة هتجيبي مية بتغلي على النار وتحطي فيها الجبنة النستو بتاعتك. طبعا الجبنة النستو أنت بتبقي حطاها في التلاجة وعايزه تعمليها بقى وتتفرك كده معاكي في الساندوتش وتبقى كريمي وتبقى سهله معاكي كده وانتي بتفرديها في الساندوتش للاطفال الصبح. كل اللي عليكي هتجيبي ميه كده بتغلي وتحطي فيها الجبنه بتاعتك زي ما احنا شايفين كده، ما بتاخدش ثواني هتلاقي الميه غليت. عايزه اقولك انا حطيت حوالي نص كوبايه ميه بس. تعالي بقى بصي الجبنه، عايزه اقولك هتبقى كريمي وتحفه جدا وهتفرديها بمنتهى السهولة في السندوتشات، بجد طعمها تحفة جدا. وهي كده هتلاقيها بقى كريمي كده معاكي ومش ماسكة في بعضها. تقدري تعملي الحركة دي في الجبنة الرومي او اي جبنة عندك نشفت معاكي، بس هتحطي بدل المية لبن. يعني لو عندك جبنة رومي اللي هي الجبنة التركي او عندك حتى جبنة فيتا واللي نشفت كده معاكي، هتحطي كده معلقتين كبار من اللبن وتحطي فيهم الجبنه وتسيبيها تغلي لمده ثواني، هتلاقيها ساحت وطريت معاكي وبقت طعمها تحفه جدا. اتمنى تجربوها. وتاني فكره معايا، شوتي البطاطا بمشبك الغسيل، بجد فكره حلوه قوي. هاتي بقى الصينيه بتاعتك وحطي فيها 2 لتر من الميه اي صينيه عندك، مش شرط صينيه سيراميك خالص، اي صينيه عندك هتقدري تعملي فيها. ولو هتستعملي صينيه الومنيا يبقى هتحطي فيها معلقه كبيره من الخل عشان ما تسمرش معاكي. انا كده حطيت 2 لتر من الميه. هتجيبي بقى ورق الالومنيوم بتاعك وتغطي بيه الصينيه. لو مش عندك تقدري تعمليه في ورق زبده، بس عشان تاخدي نفس النتيجه اللي طلعت معايا اتمنى تعمليه بورق الومنيوم. هتثبتيه بقى كده بالمشابك ورق الالومنيوم على الصينيه من كل الجوانب. بصي انا كده ثبتها من كل الجوانب معايا. هتجيبي بقى البطاطا بتاعتك اللي انتي غسلاها كويس جدا، البطاطا هتنقعيها في مية بخل وتغسليها كويس جدا، وبعدين هتغسليها بالمية الجارية كده تحت الحنفية علشان تتأكدي ان هي نتفت معاكي جدا. هجيب بقى البطاطا وهرصها على الصينية من فوق كده. هتجيبي بقى معلقة من السكر وترشيها على البطاطا. عايزة اقولك هتبقى مكرملة وحلوة قوي. وعلى عين البوتاجاز بقى، مش في الفرن خالص، على عين البوتاجاز هتحطيها على نار هادية خالص وهتسيبيها. زي ما انت شايفة كده محتاجتيش ولا فرن ولا اي حاجة ولا كمان استهلاك للغاز، بجد الطريقة دي موفرة جدا ونتيجتها بجد حلوة قوي. بصي النتيجة زي المشوية في الفرن بالظبط، ما تفرقش عنها اي حاجة. بصي النتيجة، سبتها لغاية ما اتكرملت، بجد طعمها تحفة جدا وشكلها كمان حلوة قوي اكنها مشوية في الفرن وهي مشوية من فوق على عين البوتاجاز. بجد الفكرة حلوة قوي، عجبتني قلت لازم افيدكم بيها. دكتور قال لي حطي الثوم على الحلبة وحلي اكبر مشكلة بتواجهك في حياتك. تعالي بقى اقولك على فكرة الفيديو. كل اللي هتحتاجيه معلقتين ثلاثة كده من الحلبة، هتجيبيهم وتحطيهم فوق او حل على النار اهم حاجة النار تبقى هادية خالص.
هتحطيهم على النار واول ما تتحمص معاكي وتشم ريحة الحلبة كده وهي متحمصة هتطفي عليها خالص. في المرحلة دي بقى هتضيفي معلقتين كبار من زيت الزيتون. احنا كده طافين النار خالص وزيت الزيتون هياخد حرارة الحلبة والوك. احنا مش عايزين درجة الحرارة خالص ولا عايزين الزيت يسخن معانا. هتخلطي بقى الحلبة في زيت الزيتون كده كويس جدا. هتاخديهم بقى وتفضيهم في اي طبق عندك كده وبجد بقى كنز عندك، ده كنز في بيتك هتعمليه على طول. زي ما احنا شايفين كده هي جاهزة معايا. هتجيبي بقى فصوص الثوم وبهرسة الثوم كده وهتهرسي فصين على الحلبة وزيت الزيتون. وبكده بقى عندك أقوى خلطة لعلاج المفاصل. مش هتحتاجي أي مراهم ولا كريمات ولا حتى تروحي تكشفي. أي مفاصل بقى بتوجعك كده قولي عليها الحلبة وزيت الزيتون والثوم هتدهنيها بقى كويس جدا. أهم حاجة هتسيبيهم كده في برطمان لمدة ساعة أو ساعتين وبعدين تدهني بيهم، مش هتلاقي أثر لأي وجع عندك خالص. أهم حاجة بعد ما تدهنيها 3 مرات في الأسبوع هتدفي المنطقة اللي انت هتدهنيها كويس جدا. لو عندك بقى مفاصل بتوجعك في ايدك او في رجلك او حتى الشوكة اللي بتيجي في كعب الرجل، اي حاجة هتبقى علاجها الحلبة وزيت الزيتون. اهم حاجة تدفي المنطقة دي كويس جدا. هتدفيها بقى لإما ورق ألومنيوم او حتى كيس غذائي كده تلفيهم بعد ما تحطيها على جسمك. هتسيبيها بقى تدفى كويس جدا وهتلاحظي الفرق. بجد النتيجة هتعجبكم جدا، أتمنى تجربوها. زي ما احنا شايفين كده هتدهنيها على المنطقة اللي بتوجعك وبعدين تلفيها كويس جدا بورق فويل أو حتى أكياس غذائية. أهم حاجة تدفيها كويس جدا. بجد النتيجة عن تجربة حلوة قوي، أتمنى تجربوها بدون كريمات ولا مراهم، من حاجات موجودة في البيت وطبيعية. قدرتي تعملي مرهم وكريم للمفاصل عندك، بجد النتيجة هتعجبكم قوي، أتمنى تجربوها. أهم حاجة بعد ما تعملي الكمية بقى اللي انت عايزاها هتحتفظي بيها كده في برطمان وتسيبي عندك في المطبخ عادي جدا. أهم حاجة تغطي البرطمان عشان ريحة الثوم. وهتدهني منهم من 2 لـ3 مرات في الأسبوع. أهم حاجة تدفي المنطقة زي ما قلتلك. ونيجي بقى للفكرة الأساسية بتاعت الفيديو. تعالي أقولك بقى فكرة الفيديو، وهي حطي الليمون في شنطة الأولاد بتاعت المدرسة. تعالي أقولك بقى الفكرة وإيه اللي هتستفادي منه. هتجيبي الليمون وتقطعيه كده نصين، احنا عايزين نص ليمونة بس مش أكتر من كده. لو السوستة بقى بتاعت أولادك بتغلبهم كده ومش بترضى تفتح بسهولة، كل اللي عليكي هتجيبي نص الليمونة وتمشيها على السوستة كده وتقفلي وتفتحي السوستة عادي جدا. عايزة أقولك مش هتغلبهم تاني وهتبقى سهلة معاهم جدا في الفتح. طريقة سهلة وبسيطة وبجد هتحل مشكلة كلنا بنواجهها. زي ما احنا شايفين كده هتتفتح وتتقفل معاكي بمنتهى السهولة. اتمنى تجربوها لان بجد الفكرة حلوة قوي. مش هتحتاجي لحد بيصلح السوستة ولا اي حاجة، كل اللي عليكي نص ليمونة وتعمليها كده على السوستة هتلاقيها فتحت معاكي بمنتهى السهولة ومش هتغلبهم تاني.
أتمنى بقى تكونوا استفدتوا من الأفكار اللي قدمتها في الفيديو بتاعي النهاردة، وأشوفكم في فيديو تاني بأفكار تانية إن شاء الله.